قام محافظ الدقهلي اللواء طارق مرزوق بجولة مفاجئة بمدينة المنصورة وقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة، تفقد خلالها المخابز البلدية. وخلال الزيارة تم التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وسوق الجملة للخضروات والفاكهة لمتابعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بالأسواق، وتابع مستوى النظافة العامة بشوارع وميادين المدينة. وشدد المحافظ على الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية لرغيف الخبز المقدم للمواطنين وجودته وصرفه لمستحقيه، مشيرا إلى أن جولاته المفاجئة على المخابز مستمرة لعودة الانضباط إلى كافة المخابز.